امبارح في نهايه الجلسه الطارئه لمجلس الشيوخ، المجلس اعلن تاييده للرئيس عبد الفتاح السيسي في اتخاذ ما يراه مناسبا لحمايه الامن القومي المصري والعربي وحمايه الشعب الفلسطيني الشقيق. تفاصيل اكتر بينضم لنا عبر التليفون اللواء دكتور محمد جاد، وكيل لجنه الدفاع والامن القومي بمجلس الشيوخ. صباح الخير على حضرتك سياده اللواء. صباح الخير. صباح الخير يا استاذه منى. صباح الخير عليكم. اهلا وسهلا. امبارح اتعملت لجنه طارئه لمجلس الشيوخ لمناقشه الاوضاع في غزه، ايه اللي دار في الجلسه دي؟ الحقيقه في البدايه صباح الخير عليكم وعلى الساده المشاهدين جميعا، وبنعزي كل اهلنا في غزه على شهدائهم. والحقيقه كانت الجلسه امبارح بمغادره طيبه جدا ومثمنه من جانبنا للسيد المستشار الجليل عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس. والحقيقه كانت في وقتها وجايه في توقيت دقيق جدا. مصر والعالم العربي كله دلوقتي بيمر بمرحله دقيقه. الجلسه طبعا تدمرت ما يدور في غزه والهجمات اللي يعني احنا كلنا بندينها تماما، اللي حصلت على المستشفى الاهلي المعمداني في غزه وقتلت اكثر من 500 يعني اعتقد ان هم مرضى جوه وناس كانوا محجوزين جوه. وكون ان انا ككياني يعني الكياني يا ده يقول اني هناك ارهابيين او غيره او يدعي فيما بعد انه ان ده حصل بطريقه خطا من جانب الفصائل الفلسطينيه، هذا كلام مرفوض تماما ولا يعي اي عقل ولا يستوعبه اي عقل ولا عقل طفل حتى. فطبعا الجلسه امبارح دارت حول هذا الامر، والحقيقه جميع الزملاء وكل الاخوه استفادوا كثيرا في هذا الامر. تمحور الموضوع كله حول وانتهى كل الامر الى اننا بندعم تماما كل الاجراءات اللي اتخذها السيد الرئيس بدءا، وانا اعتقد انها مش بدءا بس مما اعلنه سيادته امام او مع يعني في المؤتمر الصحفي مع المستشار الالماني، ولكن منذ ان تم دعوه مجلس الامن القومي المصري. والحقيقه واضح ان القياده السياسيه تعي تماما دقه الظرف وتعي تماما ما يدور في المنطقه وما يحاك بالمصريين، وده امر خطير جدا. هنا لما حاجه اقول انه رفض سيادته تماما فكره التهجير على سند من حاجتين، ان ده هيستتبعه امر مماثل في الضفه وده امر مش هيطبق، شانه شان سينا برضه. نفس الحكايه ان نقل الفكره دي هيؤدي الى الناس اللي هتتنقل دي هم مش هيبتدي يبقى فيهم حمساويين اخرين، هيبتدي هو الناس العدو ده ما بيفكرش حتى يعني لبرهه، لانه لو فكر ثانيه واحده هيعرف انه حتى لما هيهجر الناس دي هناك اجيال هتنشا اشد شراسه. صحيح. من الاجيال الحاليه من اللي شافوه النهارده قتلت ابوه واخوه وابنه وابن عمه، كل ده مش هيؤدي الى شراسه اكثر؟ هيؤدي بالتاكيد. طيب النهارده انت هتيجي النهارده تنقلهم الى سينا، مش هتبتدي تبقى في قواعد تانية؟ مش هيبتدي الناس دي بمنتهى الاصرار انهم يبتدوا يتعاملوا معاك برضو؟ هتبتدي انت عايز ترد، هترد بقى. صحيح. على ارض مصر، اذا انت بتجر مصر الحرب. الاهم من كل ده ان انت لو فرض وتم هذا الامر الذي لن يتم باصرار القياده السياسيه وبوقوف الشعب كله، لن يتم لن يتم لن يتم. لو فرض وحصل هذا هتجرنا الحرب، احنا مش عايزينها. واحنا زي ما سياده الرئيس امبارح قال بالظبط نصا، قال ما تم استثماره في السلام في الفترات السابقه هيتم هدره بفكره غير قابله للتنفيذ. لو حضرتك رجعت بالتاريخ ل 100 سنه ورا، وعد بلفور النهارده وصلنا لايه؟ يلعن هذا الشخص يوميا، تمام؟ وفكرته كانت فاشله تماما وتسببت في مشكله المشاكل للعالم كله، ليس لمصر فقط. فهي مشكله كبيره، انت عايز تعمل النهارده وعد جديد؟ من لا يملك يعطي من لا يستحق. مصر واقفه تماما مع اخواتها واشقائها الفلسطينيين وهي في الصداره، ولا يستطيع كائنا من كان ان يزايد على موقف مصر. موقف مصر ثابت وواضح منذ القدم، منذ التاريخ، احنا اللي كنا بندافع عن هذه المنطقه واحنا اللي كنا بنتصدى. ودي هيستتبع بعد اذن حضرتك ان انا اوجه عده رسائل. الرساله الاولى لابد ان احنا نوجهها للبطل اللي قام بهذه الفكره او يناوئ هذه الفكره او يتصدى لها. لست وحدك، الوطن كله معك،
الجماهير اللي نزلت في 30 يوم يونيو اضربها في 10، لو استتبع الامر هتكون موجوده في الميادين، وهي موجوده بالفعل من امبارح. امبارح عشان نوصل الجلسه ما عرفناش نوصل من الازدحام في الميادين. الحاجه الثانيه، الرساله الثانيه بوجهها للاخوه العرب، لابد ان نعي ما يحاك بنا جميعا. الفتره اللي فاتت دي واضح ان احنا بنؤخذ على كل على حده، لابد ان نتفق. عندنا من مصادر القوه، مصادر القوه الكثير. ليست مصادر القوه تعني اني معي سلاح او بندقيه او صاروخ او عندنا ادوات نقدر نستخدمها. هناك ادوات اخرى لابد ان تستخدمها. عندنا القوه البشريه، عندنا الاستثمار، عندنا الثروات، وعندنا التعدين، وعندنا كل حاجه. لا نلوح باي شيء ولا نوحي لاي انسان انه يتخذ موقف، ولكن المواقف دي جربت قبل كده. والنهارده في رايي الغرب كله في اضعف حالته، ده في رايي انا. الغرب كله في اضعف حالته، هو يستقوي فقط بصوره الـ الـ الوحش المرسوم على الحائط. اذا يعني جاء طفل وجرحها بس هيعرف ان دي رسمه لا يخشاها ولا ينظر اليها. احنا مواقفنا ثابته، بندعم السيد الرئيس. انتهت الجلسه امبارح، عشان تبقى برضو حضرتك على علم بهذا، انتهت الجلسه تماما بتأييد كامل لكلمه القاها السيد رئيس المجلس في بدايه الجلسه، وكنا كلنا داعمين ليها، وكنا كلنا فخورين برد الفعل هذا، وفخورين برد فعل السيد الرئيس. وانتهت الى ان الجميع يثمن مواقف السيد الرئيس السابقه ويدعمه في مواقفه الحاليه ويفوضه في مواقفه القادمه في اي قرار هيتخذه. وهذا مجمل ما دار، والجلسه كانت يعني طويله امبارح، يعني امتدت الى ما بعد العاشره تقريبا. يعني شكرا جزيلا سياده اللواء دكتور محمد جاد، وكيل لجنه الدفاع والامن القومي بمجلس الشيوخ. شكرا جزيلا لحضرتك.